أفادت وزارة الصحة بأنه استمرارا للجهود المبذولة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، فأنه سيتم إجراء فحوصات مختبرية لفيروس كورونا لأخذ عينات عشوائية لمجموعة من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، وذلك عن طريق خدمة الفحص بالمركبات بمركز الفحص بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. أشارت وزارة الصحة بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم باختيار 20 شخصا بشكل عشوائي من كل المجمعات السكنية في مملكة البحرين على مدى 12 يوما لتستهدف بذلك أكثر من 9000 شخص، وسوف يتم إرسال رسائل نصية لهم تحدد موعد الفحص. كما أكدت الوزارة بأن على جميع من يتم اختيارهم إحضار البطاقة الشخصية، وبإمكانهم إحضار من يرغبون من أفراد الأسرة في نفس المركبة لإجراء الفحص المختبري، إذ يستغرق الفحص مدة 5 دقائق فقط للشخص، وتهدف هذه الفحوصات إلى تعزيز صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس. تهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والمتمثلة في ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي وضرورة غسل اليدين باستمرار، مع الحرص على استخدام معقم اليدين دائما والخروج من المنزل عند الضرورة فقط، وذلك للاحتياجات المعيشية الضرورية وعدم التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة، والأخذ في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة في الطرقات العامة أن تكون بشكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك مسافة كافية بين الأفراد، بجانب الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية والاجتماعية وتعليمات التباعد الاجتماعي في صفوف الانتظار، والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة.